السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للجزيل ديالي، كديري لاباس؟ هانيين مهنيين. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ديالي تلقاكم باحسن الاحوال يا ربي. ازول فلاتون تتفرخينين وعزان، ماني كانت قامت لاباس كلشي بخير، تهنمت. اتمنى ان شاء الله اتقمت بصحة جيدة يا ربي، والله يقينا من هاد الوباء، والله يحمينا ويحمي جميع المسلمين يا ربي. اليوم حبيبات ديالي بنتشارك معكم واحد التحلية اللي هي زوينه بزاف بزاف، وهي بسيطة، وكتستعملي اي مكونات عندك في الدار. يعني ما مش فيك العجز تقولي لا ما عنديش هذه، ممكن تستبدلي اي حاجه بحاجه اخرى، يعني ماشي بالشرط يكون عندك هذا الشيء اللي عندي انا صراحه داكشي اللي عندي في الدار هو اللي خدمت به. صراحه انا جبت واحد البودغ داير بحال الشكل ديال الكريم باتيسيير، داير بحال الشكل ديال مايزينا، الا كتقدو الكريم ديال مايزينا هو بودينغ، كيولي بحال الشكل ديال لا كريم باتيسيير كيف ما قلت لكم، هو بلوغو ديال الفاني. ممكن تستعملوه بلاصتو ديروه زعما بحال هكا كريم باتيسيير، الا ما عندكمش هذا، ولا ديروا النشا بطبيعه الحال وتزيدوا ليه الفاني باش يكون لكم محلي. انا هذا البنات كيف ما كتشوفوا في لا فيديو جبتو معايا ملي كنت في الالمان، صافي داكشي علاش قلت نجربو ندير به تحليه عوض ما ندير الكريم باتيسيير. البسكوي البنات يعني انا شديتو هرمشتو، هذا غنخليوه ابار، غنديروه للتزيين. وكيف ما كتشوفوا هنا مكونات جد بسيطه، عندنا داك البودغ، عندنا واحد الفاني، عندنا ثلاثة المعالق ديال السنيدة كبار مملوئين جيدا، والحلوة كتبقى اختيارية حيتاش ديجا عندي هذاك بالفاني، وعندي السيترو ديال الحليب حيتاش عندي انا الغرام 38 غرام، يعني غنحتاج غير نص سيترو فقط. الا درتو جوج ساشيات غديرو هذا، غديرو اترو ديال الحليب. المهم البنات حنا غنعبرو دابا الحليب نص سيترو، ومن بعد عاد غنجيبو الكاسرونة باش نخويو فيها نسيطرو الحليب ديالنا. يعني البنات ما نديروش في العافيه وعاد بقيت نزيدو المكونات كلشي، حنا كلشي غنديروه بدقه. نديرو كلشي بدقه، ندير واحد الساشي ديال الفاني وغنزيدو بطبيعه الحال ثلاثه د المعالق ديال السكر سنيده، اللي كيف ما قلت لكم الذوق بالنسبه للذوق كيبقى اختياري، ممكن ديروا غير جوج معالق حيتاش ديجا حنا عندنا هذا بالنكهه ديال الفاني. غنديروا داك الساشيه كيف ما قلت لكم، اللي ممكن ديروا كريم باتيسيير، الا درتو فلو كديروا فلو حتى كيشد في راسو، عاد تبعوا الطبقات، هو كيبغي شويه الخدمه. بالنسبه لهنا البنات انا درتو فوق النار، ما تكونش عاليه بزاف، تكون شويه منخفضه، وبطبيعه الحال مع التحريك ما نحيدوش عليه يدينا حتى كيتقل، حتى كيولي بحال شكل كريمه، ولكن كتكون شويه كريمه سائله، ما كتكونش ديك الكريمه الثقيله، ما يكونش ثقيل بزاف، يعني بحال الا غديروا لاصوص بيشاميل بحال داك القوام. المهم البنات خليكم مع الفيديو حتى نكمل، حتى يعقد لينا الفلون ديالنا ونتلاقاو. شربنات هذا هو القوام اللي بغينا. المهم دابا ان شاء الله نمشيو باش نقادوه في الكويسات ديالنا ونتلاقاو من بعد. انا الحبيبات ديالي رجعت معكم. المهم بعد ما وجد لينا الكريم ديالنا كيف ما كتشوفوا انا غنقدمو في هاد الكويسات هادو، اللي هما اختياريين، ممكن ديروهم غير في اي حاجه عندكم. هكا انا اختاريت هاد الشكل، هذا هو اللي عندي صراحه هاد الساعه. بالنسبه لسميتو البسكوي انا هنا هرمشتو شويه
وكاين الغالي اللي مثلا كاين عنده الكيكه شيطه يفرتت حتى هي، راه ممكن يقضي بها الغرض. بالنسبه للبسكويت البنات يعني ممكن ديروهم ممكن ما ديروهمش. هنا بالنسبه لي في خويا البنات، انا عندي البنان نورمال، ممكن ديري الفريز، ممكن ديري اي فاكهه كاينه عندك. عندي هنا دانون ديال الشوكولات اللي انا غندير به واحد الاضافه في شي كيس انا. المهم غندير شكيله ديال، المهم داكشي انا اللي عندي راه جبتو حطيتو لكم. المهم كيف ما قلت لكم داكشي البنات اللي عندي جبتو حطيتو لكم. المهم انا غنقطع البنان، ما بغيتش نقطعو من ديك الساعه حيتاش كيف ما كتعرفوا البنان كيكحل. هي تحليه هكا بسيطه كتجي زوينه وخفيفه، وحتى الا جاو عندك الناس على غفله ولا شي حاجه دغيا غتوجديها زعما، ماشي ولا عندك في الدار تستعملي اي حاجه عندك في الدار، الفيغميسيل بحال دابا انا هادو عندي غنزين بهم غير من هكا باش يكونوا لوينات. اللوز الا كاين عندك، ما كاينش عندك بلاش القرقع اي خميسك عندك، ممكن ديري الزبيب، ممكن ديري اي حاجه عندك، يعني ماشي بالشرط انك تقيدي بهذا الشيء اللي عندي انا. غير انا عطيت لكم واحد لاباز، وانتم بطبيعه الحال غتبدعوا فيه كيف ما بغيتوا. المهم البنات اول طبخه كنديروها بطبيعه الحال، بسم الله على بركه الله، اول طبخه البنات كنديروا الكريم ديالنا. بسم الله كنديروا البسكوي، نحاولوا نوزعوه. كنديروا عاوتاني الكريمه ديالنا، كنتمنى يكون كيبان لكم البنات. كنحاول نديرها على داك البسكوي باش تعطيني شكل زوين. المهم انا غير حطيت هاد الكيسان، ما عرفتش واش غتقدني هاد الكيسان ولا لا. المهم غير انا وراجلي ماشي مشكل. غنديروا طريفات ديال البنان، كيف ما قلت لكم البنات بالنسبه للبنان اختياري اللي عندكم، ولا ممكن تكتفيوا غير بهكا، ما ديروا كاع البنان تكتفيوا غير بالبسكوي ياك البنات. غنحاول ندير عاوتاني كريمه حيتاش باقي غنديرهم في الثلاجه باش هذا الخير كامل يتماسك يجينا متماسك. انا كنحاول ما امكن نغطي داك البنان، باش بغيت ندير واحد الطبقه ديال الشوكولات ديال دانيت ديال الشوكولات اللي عنده لاموس شوكولا كيصيبو يديرو. انا بغيت ندير لكم شي حاجه بسيطه اللي ممكن انكم ما تحتاجوش ديروا شحال من حاجه. غندير واحد الطبقه ديال الشوكولات هكا باش مع اللوغو ديال الفاني والشوكولات كيجي زوين. نحاول نبسطو فوالا على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله يكون كلشي كيبان لكم. شو البنات في التحت كيجي هكا شفتوه. المهم انا تزيين كيف ما قلت لكم البنات كيبقى اختياري، يعني البنات كيبقى اختياري. حنا غنديروا ليه شويه ديال البنان هكا باش بانه باللوغو ديال البنان، وبطبيعه الحال غنديروا هكا صفيف ديال اللوز. الى عندكم حتى اللوز مهرمش ممكن تقضيو به الغرض. وكذلك غنديروا هاد لي بايت هادو، هاد اللعيبات هادو ماشي لي بايت ربي. المهم هكا باش يعطيونا شويه دل اللون والجماليه في التحليه ديالنا. شفتوا البنات هذا هو الشكل الاول ديال التحليه ديالنا الاولى، كنتمنى ان شاء الله تكون كتبان لكم. طبيعه الحال انا غنوريهم لكم منين نسالي. المهم البنات غنعاود عاوتاني ندير الكريمه ديالي لتحت. غندير البسكوي، تحاولوا البسكوي ما تكثروش بزاف باش يخلي لكم فين ديروا الطبخه الاخرى. نضيف عاوتاني الكريمه،
غنديروا البنان. كنتمنى ان شاء الله البنات يكون كلشي كيبان لكم. وهذا حبيبات ديالي غنديروا الكريمه. هاد الخطره ما غنديرش ضروري، غنديروا بهكا بعد الكريمه. دابا غنخطي بها كلشي، يعني تنوعوا البنات. يعني الا عندكم ديك لاصوص كراميل حتى هي صوص كراميل ولا بالفريز، يعني اللي عندكم البنات. انا غنحاول نفرتت شويه ديال البسكوي هكا باش يعطيني داك الجماليه. نديروا ليها هذا البسكوي هذا هكا اللي تزيين وصافي. نديروا البنان حتى هو. يعني هاد الافكار هادو البنات كيف ما قلت لكم كتلعبوا فيهم كيف ما بغيتوا. نديروا واحد جوج لويزات هنا وجوجات هنا، وغنديروا هاد اللعيبات هادو حتى هما هنا باش يعطيونا اللون. فوالا، هذا هو الشكل الثاني البنات، شفتوه كيجي زوين. يعني كيف ما قلت لكم البنات غتلعبوا كيف ما بغيتوا. انا هنا في هذا القاع غنبدا بالشوكولات هو الاول، غندير العكس. الشوكولات غندير البنان. انا البنان صراحه اللي عندي والتفاح والبعويد والليمون، ولكن ما هذا البنان هو اللي غيجي احسن. غنديروا هذه الكريمه نغطيو بهذاك الشوكولات والبنان. غنديروا البسكوي، اي بسكوي البنات ممكن تجيبوا غير هيرنيس وتهرمشوه راه مزيان. غندير عاوتاني الشوكولات، ديرو غير من الوسط، عاد ندير عليه الكريمه. كما قلت لكم البنات الشكل كيبقى اختياري. انا غندير عاوتاني واحد شويه غير بالشوكولات. والله الا دابا كندير معكم لا فيديو وكنخترع. كندير من راسي. زعما راه ماشي ديجا مخططه لهادشي، انا حطيت هاد الخيط قدامي ودابا كندريسي. شتي البنات غندير واحد الصف باللوز. هكا زوينين حتى الا جاو عندك الضياف كيعطيو واحد الجماليه للطبله ديالك. فوالا، غنديرو شويه ديال البسكوي ماشي باش غير شويه هكا. فوالا، هاد اللون هذا ما غيخطاناش حيت هو اللي غيعطي لينا يحيد لينا داك اللون. فوالا، هذا هو الشكل الثاني البنات. المهم انا البنات غنبدا نكتفي غير بهاد ثلاثه الانواع ديال التحليه ديالنا. غنكمل التحليه ديالي الما باقيه ندير حتى هما ثلاثه باقيه تبارك الله الكريمه اللي ممكن ندير ثلاثه الكيسان اخرين. خليكم البنات مع الفيديو، انا نرجع باش نقدموا التقديم الاخير ديال التحليه ديالنا. انتم الحبيبات ديالي الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا شفتوها كي كتجي، كتجي شهوه منها البنات. شفتوا انا حاولت ندير هكا داكشي اللي عندي اللي عندي في الدار هو اللي درت صراحه، ما زدت شي حاجه من برا. اللي هي سهله جدا وكتحضريها وكتحمر لك وجهك وكتعطيه كواحد المنظر وجماليه بزاف للطبق ديالك ديال التحليه. المهم انا ان شاء الله غنديروه نكمل باقي التحليه ديالي اللي بقات ونديرهم في الثلاجه يبردوا
وبالصحه وراحه البنات. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد التحليه هادي وتكون خفيفه على قلوبكم وتجربوها وتشكروني عليها، واللي جربتها ما تنساش تخلي لي الكومونتير في اسفل الفيديو. كنشكركم الحبيبات ديالي على التتبع ديالكم، وكنشكركم بزاف على لي لايك ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم الزوينين. راه كنت بهرسني ميرحتي فرخيني وعزانه، كنت بهرسني ميرح بهره بهره بهره. وكنشكر تشكر بزاف الجروب نتي بغاري نورغ. كنت بهره تشكر حتي فرخين اريسوس بهره ديدون تسكرح لي لايف الزراحه اللايفات اضنين تفرخين نستفاد حين قراتنح. شكرا لكم عائشه السوسيه ولا نعيمه ولا نعيمات انت تدرس غربه شانيل اللي يمكن تدرسي لنا حلاشين. المهم سنات كاين هاد السنح كانت لوضمي للجروب حقا نتلاك راني تضنين سامحي يا ولد ما وركم السنح. راكم سني مير بزاف هاتي فرخين وور راكم تشكر حماس كاتي الفيديو ياد اشكو سكرح التحلية راه انت تقدم حقدم حتي المتابعين وكلوتن راه انت تقدم التحلية اشكو تحلم تحلم زون التحلية راكم تبارا سني مير هاتي فرخينين وعزان. المهم البنات انا شكرت واحد الجروب ديال البنات اللي هو تيم غاري نور زوين جروب زوين كنستافدو منه من بعضياتنا لا من اكل لا من افكار لا من اي حاجه. والحمد لله جروب نقي وزوين وفيه افكار وفيه شحال من حوايج البنات كنستافدوا بزاف. المهم البنات اللي كاينين عندي في القناه وبغاو يدخلوا الجروب ما ينساوش يمشيو يصيفطوا ليا في الخاص في الانستغرام، لان ديما كنقول لكم الانستغرام ديالي باقي ما لقيتش ليه الحل باش نحط ليه اللين. كنحطو غير هكاك مكتوب اللي هو كويزين تيغي ديليس تيغي فاتي. غتلقاوه في صندوق الوصف البنات. ولي جاب الله ما قدرتش تلقاه في صندوق الوصف تكتب ليا الكومونتير تحت الفيديو وانا غنجاوبها بالانستغرام ديالي وتمشي وندخلها عندي الجروب في الفيسبوك. مرحبا بها والف مرحبا بالجروب، بغينا نوسعوا هذا الجروب وان شاء الله يكبر يكبر وتكون عائله كبيره بزاف. المهم البنات ما نكثرش عليكم الهضره كنشكركم بزاف. المهم اللي مازال ما تابوناش عندي مشي تابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد بطبيعه الحال. وغدا ان شاء الله باذن الله هذا الفيديو غنلوحو اليوم حيت درتو دابا اليوم الجمعه، وغدا ان شاء الله غندير لكم واحد الفلوق زوين غنخرجوا نشوفوا الدنيا. غدا غيطلقوا لينا شويه الصمطه غير شويه ماشي بزاف. هنا في فرنسا الكونفينمون داروا لينا على ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى غنبداوها من لو 28 يعني من غدا ان شاء الله غيتحلوا المحلات، ولكن غير شي حاجه لا. ونتمنى من الله يبعد علينا هذا الوباء ويحفظكم ويحفظ الاسر ديالكم والاحباء ديالكم ووليداتكم ويحفظ جميع المسلمين اجمعين باذن الله. وشكرا لكم البنات كنحبكم بزاف وحبكم في الله. يلا الله يعاونكم الى ملتقى الجاي ان شاء الله.